السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العالم بيضم حوالي 8.7 مليون نوع من الحيوانات والكائنات البحرية، منهم 6.5 مليون نوع على الأرض و2.2 مليون نوع في المحيطات، وده وفقا لتعداد الحياة البحرية، مع ان في كتير من العلماء بيقولوا ان الرقم الحقيقي ممكن يكون ملايين تاني اكتر من كده. وعلى الرغم من ان العدد ده كبير جدا، الا ان الامر انتهى ببعضهم انهم الاغرب على الاطلاق، سواء في مملكة الحيوانات او في الكائنات البحرية. وانا في الفيديو ده هتكلم عن اغرب الحيوانات اللي على وجه الارض. اهلا بيكم، انا احمد اليسري. بس قبل ما نبدا، لو اول مره تزورني في القناه ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد اول باول، من الزر الاحمر اللي تحت دوت. بلوك فيش أو السمكة المنتفخة ذات الرأس الأملس، وهي بتسكن المياه العميقة قرب سواحل أستراليا ونيوزيلندا. وفي الغالب طول السمكة المنتفخة بيبقى حوالي 30 سنتي، وبيعيش على أعماق تتراوح من 2000 ل 3900 قدم، يعني من 600 ل 1200 متر. ولحم السمكة المنتفخة عبارة عن كتلة هلامية بشكل أساسي، وبتكون كثافتها أقل من كثافة المياه، وده اللي بدوره بيخلي الأسماك تطفو فوق قاع البحر من غير ما تخسر طاقة في السباحة. والسمكة المنتفخة عندها نقص نسبي في العضلات، وده مش عيب على فكرة، لأن مصدر الغذاء الرئيسي لها هو مادة صالحة للأكل، بتطفو أمامها مثل قشريات أعماق المحيطات. القرش العفريت، واسمه العلمي ميتسوكورينا أو ستوني، وهو نوع نادر جدا من أسماك القرش اللي بتعيش في أعماق البحار، وبيطلق عليه أحيانا أحفورة حية، لأنه النموذج الوحيد اللي موجود من ضمن فصيلة الميتسوكورينات، وهي سلالة بيبلغ عمرها 125 مليون سنة. والقرش ده ليه مظهر مميز بسبب لونه الوردي وأنفه الطويل المسطح مع فكين بارزين جدا يحتويان على أسنان بارزة تشبه الأظافر، وبيوصل طول الأفراد الناضجة منها ما بين 3 إلى 4 أمتار. والنوعية دي من القروش بتكون موجودة على عمق أكبر من 100 متر، وبيغطي أنفه الطويل أعضاء حسية دورها أنها تكشف الموجات الكهربائية اللي بتصدرها الفريسة، وده اللي بيساعده على اصطياد فريسته بانه يمد فكه بشكل سريع. وبيتغذى هذا النوع من القروش على العظميات ورأسيات القدم والقشريات اللي قريبة من قاع البحر. السحلية المكشكشة او السحلية المزركشة، وهو نوع من السحالي اللي بتتبع فصيلة حرزميات او سحالي التنين، واللي بتتبع طائفة الزواحف. والنوع ده من السحالي بيبقى موجود في شمال استراليا وجنوب غينيا الجديدة، وبيبلغ طولها حوالي 85 سنتي. والاسماء المعروفة ليها دي جت من الهدب الكبير اللي حوالين رقبتها، واللي بيبقى في الغالب مغطي جسم السحلية كله. والسحلية دي بتقضي معظم وقتها على الاشجار، وبتتغذى بشكل رئيسي على الحشرات والفقاريات الصغيرة، وبتاكل النباتات في بعض الاحيان. بس كده، اهي سهلة اهي. الناس اللي وصلت معنا لاخر الفيديو انتوا احسن ناس. لو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس، ولو في مواضيع مفيدة تحبوا اتكلم فيها اكتبولي في التعليقات. سلام.